لا حرج في ذلك، لأن هذه وكالة، الوكالة يجوز الأجرة على الوكالة إذا كان يعني صاحب الوكيل قال أني لا أعمل إلا بأجرة، فإذا كان يعني بيشترط الأجرة يبينوها القدر قداش ما يتركوهاش مجهولة، وجائز هذا، يجوز الوكالة أن تكون بأجرة وبغير أجرة، فلا حرج في ذلك. طيب في نفس السؤال يقول هل يجوز له أن أيضا يوكله بتحويل المبلغ بالدينار الليبي من هناك إلى داخل البلاد؟ يجوز له، لكن لابد في التحويل أن يقوم بالشروط المشترطة في الصرافة، وهي ها وها، يعني يسحب الدولار ولا العملة التونسية ولا غيرها من الماكينة، وإذا كان فيه حد يبيع في الدينار الليبي يشتريه من هناك يد بيد، وإذا كان يبي يشتري بها دولار أيضا يشتريه دولار، يشتري بها العملة دولار يد بيد، وإذا كان بيشتري بالليبيا لما يرجع يقدر يشتري بالليبيا، لكن لابد أن تكون هناك يعني التقابض في المجلس، لابد منه، والتوكيل جائز.